عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عندنا حلقة جديدة وفيديو جديد عن موقع الاستثمار بيدينا 8% زائد الديبوزيت بعد 24 ساعة. تمام، بيبعت للبير، وأول لما 24 ساعة بيعدوا بيبعت لك على طول، مش محتاج انك تخش في الموقع. طبعا عشان تسجل في الموقع في عندهم تليجرام وبيدينا بونص، قال لي هيديني 30 روبل مع 500 مشترك. تمام، فهنسجل معاكم كده قدامكم علشان ما يكونش في اي حاجة صعبة. تمام، هنكتب الباسورد وهنعمل 1 6 6. تمام، وهتدوس على انتر من الكيبورد. تمام اوكي يا شباب، لازم تسجل من رابط احالة علشان الموقع يقبل التسجيل. لو انت مش مسجل من رابط احالة مش هيسجل معاك نهائيا. تمام، فهكتب انا الباسورد بتاعي كده، لازم تسجل من رابط احالة، يعني لو هتلاقي رابط الحالة بتاعي تحت في الوصف. طبعا الموقع زي ما انا قلت لكم بيدي بونص لاصحاب قناة اليوتيوب. انا قال لي على 500 مشترك هيديني 30 روبل. تمام، نسرح كلمة الجستر كده على طول ودخلنا. هنعمل نيو ديبوزيت بيمنت سيستم باير، وهنعمل 1 روبل. اذا من 1 روبل لحد 100 روبل. تمام، هندفع بالدولار. تمام، وهنعمل كونفيرم. مش كده عملنا ايداع بقيمة 1 روبل. تمام، ودلوقتي هيعمل لنا ريدايركت على الايميل. تمام، فتحنا ايداع ب1 روبل، الربح هيكون 1 روبل و8 سنت. تمام، هنا الديبوزيت الايداعات الخاصة بيك، هنا الستاتيس وركس، هنا البارترز. تمام، بيقول لك يعني الحالات بتاعتك، هنا البانرز بتاعت البلوجر والكلام ده، وهنا الريفرال لينك بتاعك. تمام، هنا سيتنجز، اعتقد لو انت عايز تحط محفظة باير. ايوه، هنختار باير ونحط المحفظة كده عادي جدا وتعمل سيف. تمام، المحفظة بتحط لك على طول. هنا اور شات، لو انت عايز تكلمهم في مثلا في الفيكي، في الفيكا او في التليجرام. هنا السبورت، لو انت عايز تكلم الدعم بقى ده الايميل. تمام، وهنا لو انت عايز تخرج من الموقع، طبعا تقدر تغير اللغة للعربية. تمام، هنا الودائع بتاعتي زي ما شايفين كده. فالموقع شباب رائع جدا، انصحكم الاستثمار فيه. تمام، وانا طبعا عامل فيديو يعني من الاول لاخير عشان البونص، واللي يستثمر بيستثمر على مسؤوليته الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.